السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المهندس المعماري. اليوم راني قدام أحد أجمل المعالم في برشلونة، هذا لاتور اللي بناه المهندس المعماري الشهير جون نوفيل. بناها في بداية القرن هذا، جوية الفينات هذوك، الطول تاعها فيها 145 وقيلة، وسي ستينتور ادمينستراتيف. هذا لاميناجمون اكستيريور، وهذا السيستم تاع الضوء من تحت تشوفها هكذا، وهي كل ما تبعد كل ما تزيد تبان لك طويلة، العكس تاع شكون جاي محد بال داخل. سي دي بيرو ادمينستراتيف، يعني داكم مازال يخدموا. هاي مسكرة الدخلة تاعها، تكون حاجة مونيمونتال. نشوفهم ليه ديما في لاميناجمون اكستيريور، داري شال ديكول هنا، هذو يلعبو فيها دراري، وهذو يريحو فيهم. لونطري ما دارهاش حاجة سبيسيال، ودار ترو هذا من تحت، هابطة لتحت، ومن التحت الثاني كاين عفايس دي كوميرس ملهى، سونتر كوميرسيال ولا عفسة سونسيال. تحت هاد لادال كاين حاجة. هذه هي الدخلة واقيلة، سباس بير، منين دور تلقى المنفصل يتبدلو برك لي كولور لي ما، و تبان بارتو في كي تكون برسونا هكذا. شكرا. كاينه حاجه واقيلا الدخله ملهي، خلاص هاي الدخله. كاينه اللي مكتوبه غلوري، دخله واحده اخرى. شكرا على المتابعه.